السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو من إلاستيك 5 راح نحكي عن ميزة قد تكون مفيدة في بعض الأحيان، وخاصة لما بيشتغل على كيبانا أكثر من تيم. الميزة باختصار هي بعد تسجيل الدخول في الصفحة الرئيسية من كيبانا باي ديفولت بيجينا على بيودينا على هاي الصفحة، الصفحة الرئيسية. طبعا هاي الكيبانا فيرجن 7.10، وتقريبا هو احدث فيرجن الان نازل حتى تاريخه. الميزه هي بامكاننا بعد ما نسجل دخول نغير الصفحه الرئيسيه اللي تظهر للاند يوزر. كيف ممكن نسوي هذا الكلام؟ من خلال الهوم بيج تبع كيبانا ممكن نروح لاخر صفحه display a different page or login، بياخذنا على الادفانس سيتنجز. الادفانس سيتنجز هاي في warning لازم ننتبه عليه، انه ممكن نخرب اشياء في كيبانا او في الاستيك سيرش مع تغيير هاي البارامترات. لذلك لازم ما حدا يغير هاي البارامترات الا هو عارف بناء على ايش يعني شغال فيها. الان نحن ممكن نروح على ديفولت روت مثل ما انا شايفين، هاي وصلنا له. راح نلاحظ انه الديفولت بيج هي اب سلاش هوم. طب نحن راح نغيرها ونسويها بهي الطريقة اب داشبورد. طبعا نحن لازم نحفظ السيتنجز الجديدة دن. خلنا نسوي خروج ونرجع ندخل باليوزر مرة ثانية. طبعا لازم ننتبه انه هذا التشينج بيصير على مستوى كل اليوزرز اللي بيستخدموا كيبانا وليس فقط على يوزرز معين، لانه هذا السيتنجز هاي بتؤثر على الانفايرمنت كامله وليس على يوزر معين. طيب نحن اذا بدنا نرجع الديفولت بيج بكل بساطه، انا ممكن اضغط على الايكون تبع الاستيك اللي في الزاويه فوق، برجع بشوف انه المسج اللي كانت تظهر اختلفت. كانت المسج بتحكي انه غير الهوم بيج، الان عم بيقول لي المسج رجع هاي الصفحة هي الهوم بيج او الديفولت بيج بعد اللوجن. نضغط عليها بهي الطريقة بنلاحظ لاندنج بيج ابديتد. طبعا لو رحنا مرة ثانية على الادفانس سيتنجز مثل ما نشوف هون، راح نلاحظ انه ايضا تغيرت وصارت رجعت ديفولت ايش؟ ديفولت هوم، عفوا اب سلاش اب سلاش هوم. تمام؟ وطبعا هاي السيتنجز هاي قد تكون مفيدة في حال انه نحن بدنا نسوي كاستمايزيشن على اللاندنج بيج اللي بتظهر لكل اليوزرز بعد تسجيل الدخول.